وذكر حجاج بغداد خبر وفاة المؤرخ محمد بن إسحاق بن يسار من أقدم مؤرخي العرب من أهل المدينة. زار الإسكندرية سنة 1900 هجرية وسكن بغداد. كان من حفاظ الحديث وعرف ببلاغته وحسن كتاباته. له عدة مصنفات، منها كتاب الخلفاء وكتاب المبدأ وكتاب السيرة النبوية الذي هذبه ابن هشام. مات ببغداد ودفن بمقبرة الخيزران أم الرشيد.